كما أن من أحب الكفرة فإنه ربما يكون معهم والعياذ بالله، لأن محبة الكافرين حرام، بل قد تكون من كبائر الذنوب. فالواجب على المسلم أن يكره الكفار وأن يعلم أنهم أعداء له، مهما أبدوا من الصداقة والمودة والمحبة فإنهم لن يتقربوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم ومضرتك أيضا. أما أن يتقربوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد. إن كان يمكن أن نجمع بين النار والماء فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا وعداوتهم لنا، لأن الله تعالى سماهم أعداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال عز وجل: من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. كل كافر فالله عدو له، وكل كافر فهو عدو لنا، وكل كافر فإنه لا يضم لنا إلا الشر. ولهذا يجب عليك أن تكره من قلبك كل كافر، مهما كان جنسه ومهما كانت تقربه إليك، فاعلم أنه عدوك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.